بكم مشاهدينا إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك من الدول الثلاث أنها اضطرت إلى البدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها. وذكرت الدول الثلاث أن جهودا بذلت لإقناع دولة قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون، وخاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد، وعدم مساندة ما سماه البيان الإعلام المعادي. ووفقا لبيان الدول الثلاث، كانت جهود قد أسفرت عن موافقة قطر على توقيع اتفاق في الرياض في 23 نوفمبر من عام 2013 بحضور جميع قادة المجلس، وقد كلف وزراء خارجية الدول الثلاث بإيضاح خطورة الوضع لدولة قطر ووضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض حسب اجتماع الكويت في 17 فبراير الماضي. كما ذكرت الدول الثلاث أن جميع جهودها لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرها إلى سحب سفرائها من الدوحة. وقال وحيد هاشم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبد العزيز إن خطوة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر ليست مستغربة، معتبرا أنها ستفرض عزلة على قطر في المنطقة. وفي تصريحات للجزيرة أضاف هاشم أن هناك الكثير من التناقضات بين المواقف القطرية ومواقف دول مجلس التعاون، وهذا ما جعل الدوحة تغرد خارج السرب الخليجي على حد قوله. قطر تار الخليجي وتغرد خارج السرب الخليجي وتحقق أهدافها ومصالحها بدون أي تنسيق أو تعاون مع الدول الخليجية، وهذا أمر طبعا يسيء إلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وأيضا إلى مفهوم التعاون. مجلس التعاون الخليجي من المفترض أن تتعاون الدول الخليجية مع بعضها البعض في جميع المجالات المعنية. أعلن الجيش السوري التعاون